السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ خير حبيبي. الحمد لله. أستاذ حضرتك بس في المسابقة اللي حضرتك عاملها في سورة يوسف وكده، الكتب بتجيبها منين؟ والله الكتب الشيخ بتتباع من على إحضار النشر. يعني أنت مش ممكن، عارف أجيبها منين يعني، دورنا مش ما عارف. هو أنت تطلب دار النشر بالهاتف يقول لك فين. نوزعنا كميات كبيرة هدايا، لكن ما وراء ذلك لا عايز اشتري، مش مشكلة عايز اشتري، بس أنا أقول النيل لك دار النشر موجودة على الكتاب، مكتبة مكة في طنطا، شارع طاهر الحكيم. تريد رقم بالظبط. ايوه الهاتف خذه، 012234 تمام، 89853. جزاك الله كل خير في شيخ. عدة مكتبات، ويرشدك إلى أين تباع الكتب.